تموز وآب هي أفضل أشهر العام لزيارة المملكة الهولندية، فالطقس يكون بأروع حالاته. أما الزهور وهي المنتج الرئيسي للبلاد فهي متنوعة وكثيرة وتبدو في قمة تألقها في شهر أبريل ومايو، حيث تقام معارض الزهور ومهرجانات الزهور في المملكة الهولندية. هذه هي ساحة رامبرانت لين، وهو الرسام والفنان الهولندي الشهير. داخل هذه الساحة هناك العديد من الفنانين والرسامين الذين يشكلون مصدر جذب للسياح. الأولوية في هولندا ليست للمشاة بل لهذه الدراجات الهوائية. في أمستردام لوحدها هناك ما يزيد عن 3 ملايين دراجة، أما في المملكة الهولندية فهناك 35 مليون دراجة. بطبيعة الحال استخدام البطاقة الائتمانية شيء أساسي في هذه البلدان، لكن هناك بعض البنوك العربية ليس لها علاقة مع بنوك أوروبية، فتصبح حمل هذه البطاقة كأنها يعني غير موجودة، ولذلك يمكنك أخذ أموال نقدية لكن شريطة أن لا تزيد عن 10,000 دولار، لأنك تعرض نفسك للمساءلة القانونية وتعرض أيضا أموالك للذهاب بيد السلطات هنا. فينيسيا الإيطالية فهي مقامة على مجموعة كبيرة من الأنهر والبحيرات، وكذلك المباني المقامة على مجاري المياه كالتي خلفي هنا متعددة ومنتشرة. يزور أمستردام في السنة ما يزيد عن 15 مليون سائح. سعد السيلاوي، العربية، أمستردام.